أبو باسم من مكة معنا على الخط، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك الشيخ؟ حياك الله. الله يرحم والديك، أنا أعمل على سيارة أجرة. نعم. وعند ميقات التنعيم بمكة المكرمة صادفني اثنان من المعتمرين وقال لي نحن من المعقيمين في جدة، أحرمنا من التنعيم ولكن قيل لنا لا يجوز ذلك. فقلت لهم أنا أذهب بكم إلى جدة من حدود الحرم، وديتهم الشميسي وأحرموا من طريق الشميسي ورجعتهم إلى الحرم، هل هذا فعلي صحيح؟ هم منين هم جايين يا أخي؟ هم جايين من جدة، بس ما حرموا من جدة، أحرموا من التنعيم في مكة المكرمة. اصبر الله يهديك، جايين من جدة يريدون العمرة. لقيته في يريدون العمرة، نعم نعم. أي يحرمون من جدة، هيكون ما حرموا، لقيته في التنعيم في ميقات التنعيم. أقول يا أخي علي يا أخي عليهم فدية، على كل واحد فدية، لأنهم أحرموا دون الميقات الذي يجب أن يحرموا منه وهو جدة. طيب طلبوا مني أن أذهب بهم إلى خارج حدود الحرم عن طريق جدة. ما يعني ينفع هذا يا أخي، يا أخي اسمع، ما ينفع هذا، عليهم فدية. أيوة. كل واحد علي شيء إني وصلتهم؟ كل واحد عليه فدية. شكرا. أنا هل علي شيء إذا وصلتهم إلى الميقات حقهم؟ إذا كنت تعرف أن هذا لا يجوز فعليك إثم، أما إذا كنت ما تدري فليس عليك شيء. الله يجزاك خير. شكرا.